بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير مننا بيسأل يا ترى إيه الفرق ما بين كحول الميثايل أو بنسميه اللي هو الميثانول أو السبيرتو الأحمر وكحول الإيثايل أو الإيثانول، بيسموه الإيثانول أو السبيرتو الأبيض. طبعا في فروق جوهرية ما بين الاتنين وشتان بين هذا وذاك. علشان كده احنا في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله تعالى هنوضح لحضراتكم يعني ده متصنع من ايه وده متصنع من ايه وده الاسم التجاري ليه ايه والاسم التجاري هنا ايه، الاستخدام الادمي هنا ايه والاستخدام الادمي هنا ايه، والرمز الكيميائي والرمز الكيميائي لو حد يعني عايز يعرف الحاجات دي يعني، وسرعة التطاير هنا وسرعة التطاير هنا ودرجة الغليان هنا ودرجة الغليان هنا، ولون اللهب لما ده بيشتعل عشان افرقه ما بينه وما بين لون اللهب دوت عند الاشتعال. وهنجرب مع حضراتكم نجرب يعني الشعلة لشعلة كحول الإيثايل وشعلة كحول الميثايل، وهنشوف أيهما أصلح لصناعة أو يدخل في صناعة العطور. على بركة الله نشوف الفيديو وبإذن الله تعالى كل الأسئلة دي هنجاوب إيه عنها. بالنسبة لطريقة التصنيع، كحول الميثايل أو الميثانول، كحول الميثايل أو الميثانول ده متصنع أو جاي من التقطير الإتلافي للخشب، يعني مصنع كيميائيا من التقطير الإتلافي للخشب، يبقى ده اللي هو كحول الميثايل أو سبيرتو الأحمر. طيب ده كحول الإيثايل أو الإيثانول أو السبيرتو الأبيض ده جاي منين؟ ده جاي طبيعيا من تخمير العنب اللي هو عصير العنب، يعني تخمير العنب وتخمير التفاح وتخمير قصب السكر وبرضو بتخمير الحبوب وتخمير الحبوب عن طريق استعمال خماير بنسميها احنا الخماير أو الخمائر الحقيقية. الخمائر الحقيقية بتقوم بالتخمير زي ما اتفقنا العنب والتفاح واللي هو قصب السكر والحبوب، ويطلع منها اللي هو كحول الإيثايل اللي هو الإيثانول. طيب بالنسبة للاسم التجاري، ده الاسم التجاري، الاسم التجاري للميثانول بيسموه السبيرتو الأحمر، بيسموه السبيرتو الأحمر أو بيسموه كحول الخشب، كحول الخشب او السبيرتو الاحمر اللي هو ده اللي هو كحول الميثايل، سبيرتو الاحمر او السبيرتو الاحمر او بنسميه كحول الخشب، ده بنسميه اللي هو كحول الحبوب او السبيرتو الابيض، يبقى دوت كحول الحبوب او السبيرتو الابيض. طيب من ناحيه الاستخدام، من ناحيه الاستخدام بالنسبه لكحول الميثايل اللي هو السبيرتو الاحمر ده لا يستخدم آدميا، ده لا يستخدم آدميا لأن لو استخدم بيسبب التسمم والعمى والوفاة اللي هو دوت اللي هو كحول الميثايل أو الميثانول، يعني لو استخدم أو تناول أو أي حد تناوله يعني في عن طريق الخطأ وشرب منه بيسبب التسمم ويسبب العمى ويسبب الوفاة. بالنسبة لكحول الإيثايل، كحول الإيثايل ده بيدخل في التعقيم وبيدخل في يعني تعقيم الأسطح والأجهزة والأرضيات والتعقيم عموما والتطهير، تطهير الأيدي، الواحد بيطهر إيديه وبيقضي على البكتيريا، بيقضي على البكتيريا والفطريات، وكان برضو له دور كبير في القضاء أو المساعدة في القضاء على فيروس كورونا. مش كده وبس، بيدخل في صناعة العطور، بيدخل في صناعة العطور، بيدخل في صناعة العطور، وبناس اللي هم في الغرب يعني بيستخدموه
في صناعة المشروبات الكحولية، في صناعة المشروبات الكحولية، وبيطلع بتركيز معين بيبقى بيستخدموه بيشربوه، وده بيؤدي طبعا في شريعتنا وفي الدين الإسلامي الحنيف يحرم استعمال الكحوليات في يعني الإنسان ما يشربهاش، لأن ده بتؤدي إلى الإدمان وإلى ذهاب العقل، وبالتالي الدين الإسلامي يحرم استخدام أو شرب هذه الكحوليات اللي احنا اللي هم بيسموها المشروبات الكحولية. طيب احنا عشان طبعا اغلب الناس مش هيلمع الرمز الكيميائي، الرمز الكيميائي اللي دوت CH3OH، ده الرمز الكيميائي بتاعه CH3OH، ده الرمز الكيميائي C2H5OH، C2H5OH ده بالنسبة للرمز الكيميائي. بالنسبة للتطاير، كحول المسايل او السبيرتو الاحمر ده سريع تطاير، يعني مجرد ما تحط شويه على كده بيتطاير بسرعه، انما كحول الايثايل بطيء التطاير، بطيء التطاير. طيب بالنسبه هنا، بالنسبه لدوت درجه الغليان، درجه الغليان هنا بيكون من حوالي 65 درجه مئويه، طبعا مش حد، طبعا ده بيتم في المعامل وناس متخصصه هي اللي بتختبر درجه الغليان، مش حد بيختبره من الناس العاديه يعني في المنازل وكده يعني. ده كحول الايثايل درجه الغليان بتاعته بتكون من 70 ل 78 درجه مئويه. طيب احنا حضراتكم هنيجي لاهم سؤال، طيب دوت ولا دوت اللي هو كحول المسايل ولا كحول الايثايل، ده اللي ايهما يستخدم في صناعه العطور، ده ولا ده؟ طبعا السؤال ده بنجاوب عليه بنقول اللي بيستخدم في صناعه العطور ده كحول الايثايل او الايثانول او كحول الحبوب، لان ده يعني مصرح باستعماله في صناعه العطور، ده بيدخل في صناعات كيماويات وصناعات اخرى ولا يدخل في صناعه الايه؟ العطور، واذا دخل في صناعه العطور ده بيكون غش وبيعتبر غش تجاري ويحاسب عليه ويجرمه القانون، اي حد يتمسك بيكون ضايف كحول الميثايل اللي هو الميثانول بيتعرض للمساءلة القانونية. طب مع حضراتكم كده بسرعة هنجرب ونشوف شعلة نشعل اللي هو كحول الميثايل ونشعل كحول الميثايل. هناخد عينة بسرعة كده على أساس وقت حضراتكم ما أطولش عليكم من الكحول الإيثايل ونشعله. طبعا بالراحة كده عشان ايه الحاجات دي قبل الاشتعال ممكن تعمل مشكلة. هنصب شوية هنا اهو كده كفاية، اهو معلش هطول حضراتكم عشان احنا نختبر اللهب اللي هيطلع من الايه الموضوع دوت. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنختبر برضه اللي هو الميثانول، هنشوف اللهب بتاعه بيكون شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، نختبر، نحط شويه كده بسيطه على اساس الاختبار، نجربه، نقفل كويس، ناشف على اساس ان ده طبعا بيبقى يعني سريع الاشتعال فعشان ما يحصلش اي مشكله. طبعا الحاجات دي بتكون بعيدة عن الأطفال، ما فيش حد يعني بيكون واخد احتياطاته الأمان على أساس إن احنا بيكون بعيد عن البتاع. طبعا احنا هنبعد ده كان عندي جاكيت، ده فيه كان فيه 5 لتر من كحول الإيثايل، خدت شوية منه وفضيتهم، وده الميثانول أو كحول الميثايل. هنجرب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الغالب بيكون اللهب بتاع الإيثانول بيكون لونه برتقالي، يعني اصفر ميل للبرتقالي، ده بيكون غير مغشوش وبيكون نظيف، انما بالنسبه لكحول المسايل بيكون يعني بيكون شفاف وبيكون مائل قليلا للزرقه، يعني ازرق خفيف كده، يعني شبيه بيغاز البوتاجاز كده، فبيكون ده اللي هو الميثانول. هنجرب هنا، ده اللي هو نبعد كده عشان الايه اللي ما يحصلش اي مشكله، ده اللي هو الكحول الايثايل اللي هو الايثانول واللهب بتاعه البرتقالي الظاهر امام حضراتكم.
ده على اساس اي حد ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى عارف ما يتغشش ازاي. وهنا ده اللون بتاع اللي هو كحول الميثال. نبعد دي كده على اساس ايه ما يحصلش اي مشكله برضو، عشان دي طبعا قبل الاشتعال مش عارف اللون ظاهر ولا لا. هنا بيكون لونه برتقالي ظاهر، اللون البرتقالي ظاهر جدا، انما هنا بيكون اللون شفاف، واللون الشفاف دوت يعني بعد شويه بيميل للزرقاء، مش عارف ظاهر في الكاميرا لحضراتكم ولا لا، وبيحصل فيه يعني ان احنا بنتعرف عليه. يعني تبقى صعبه الا اذا كان واحد متمرن فيه اختلاف. طبعا ده لونه بيبقى يعني لونه برتقالي ظاهر اهو، وده بيبقى لون يعني مال الزرقاء. طبعا مش عارف الاضاءه هتكون مؤثره على الالوان عندي هنا، وظاهر ده لون كحول الايثايل واللي هو بقى عند الاشتعال، وده لون كحول الميثايل عند الاشتعال. يبقى ده الايثانول وده الميثانول، واللي بيستخدم في صناعه العطور اللي هو الايثانول، وده لا يستخدم ادميا، ده يستخدم في التعقيم والتطهير والحاجات وما شابه ذلك. لعل وعسى يكون في افاده لحضراتكم. يعني حضراتكم انا يعني بشكر الجميع، بشكر كل جميع الناس اللي بتساعدنا، يعني اللي بتساندنا وبتشترك في القناه وبتدعمنا بلايك، على اساس مش يعني والله ما في اي حاجه، احنا على اساس ان احنا يكون شرف ليا حضراتكم يعني تنضموا ليا، على اساس احنا لا يعني ما بنقولش معلومه الا ما بتكون ان شاء الله مفيده للجميع، الكل بيطلع منها ويعرفها طول ما احنا عايشين. طبعا خبره سنين وخبره يعني 66 سنه خبره في الحياه، فبنديها للناس اللي احنا طلعنا بيهم الحياه، بنقول للناس دي كذا ودي كذا، على اساس اي الناس كلها تعرف ايه الفرق وايه يعني الحاجات الايه الجديده. فانا اكون سعيد باشتراككم ولايك للقناه، وطبعا بتدعمونا وده فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. لعل وعسى يكون في فده. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.